بالنسبه لنا احنا كسكان ديال المشروع حي السعاده، فاش ظهر مشروع في اصيله بهذا الشكل هذا وشفنا في البلان هذا يعني كان مغري، الشيء اللي جعلنا اننا كاملين تحمسنا وخدينا واقتنينا هذا السكن هذا. ولكن في التالي فاش غنتفاجئوا حنا من سلمنا هذا السكن هذا، سلمنا سكن يعني ما فيهش الشروط الضروريه للحياه مره، حتى بالنسبه للسكن يعني كبنايه من الظاهر كتبان جميله ولكن في الداخل ديالها يعني كامل اضطرينا اننا نرموا داك الشيء كامل ونعاودوه من الاول، وفي التالي بقينا عايشين بالوعود يعني غندير لكم الماء الحار، عندكم الماء الصالح للشرب، غنديروا الواد الحار، غنديروا الاناره، غنديروا هذا. في التالي بقينا كنتخبطوا بالمحاكم، الاخوان كاملين مشاو لجؤوا للمحاكم وربحوا هذه القضيه هذه مع 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 صاحب المشروع، ولكن في التالي هو دائما كيتملص بواحد الشكل غريب جدا. الشيء اللي ان احنا دائما كنتسالوا شكون يعني كيفاش انه في دوله مغربيه ودوله في قانون دوله ديال سميتو اللي كتحمي المواطن كتحمي هذا كيتصرف بهذا الشكل هذا. دابا هذه دابا هذه من سميتو من 2000 وحنا في 2023 لحد الساعه مازال ما كاينش الاناره، بعض المساكن هنا ما عندهمش الاناره وما كاينش الماء الصالح للشرب في المشروع ككل، ما كاينش الماء الصالح للشرب رغم على ان المغرب هذه سنين قضى على هذه الازمه ديال الماء الشرب، يعني كنلقاو في البوادي وصلوا الماء الصالح للشرب وصلوه البوادي وحنا في وسط المدينه ومدينه اصيله بالخصوص اللي كيقولوا مدينه الفنون ومشهوره وكذا، حنايا هنا مازال كنجيو من العمل ديالنا وكنضطروا اننا نهزوا ليبيدون ونمشيو نعمروا الماء. كان وكما قال الاستاذ داك الشيء كان الوعود اللي وعدنا راه ما كاين حتى شي حاجه ومخلصوا ما كيسال لي حتى شي حاجه. ودابا انا لا ظلمة، انا من الجاليه المقيمه في الخارج دابا كان نبغي نسافر ما نقدش لان الدار لا ظلمة، ما كنقدش نخرج لان ما عندي حتى شي حاجه، ولادي نخليهم لا ظلمة صافي هذا الشيء. والمشكل اللي عندنا هو حنا مخلصينه والو، والضو شي عنده شي ما عنده شي، عندنا علم الثانيه ودابا مثلا الثانيه زولتنا امانتيس المكانه مكرفصين داك النهار شهرين وحنا بلا ما كنسقيو عام سبيله ديال المخزن. غادي دابا طالعه في النهار اللي انا خلصت له طانان 23 مليون، قال لي كان معامل معايا 22، قال لي زيد مليون باش ندخل لك الماء. انتي شريتي الدار بلا ضو بلا ما؟ لا الضو دخلته، عطاني الرخصه دخلت الضو. انا عندي الضو حيت فهاد ديور البويط. في الورق كاينه الماء وفي الواقع ما كايناش. كاينه الماء والضو والواقع ما كايناش، ما كايناش الماء. حنا عندنا جالسين بلا ما على المد الثانيه. المد الثانيه وداوتنا امانديس المكانه زولاتنا قطعت سلوكه كامله شتي يومي واحد، هي هذه الثانيه هي صورها وتشوف المكانه ما كايناش. العذاب الشديد دابا. لما تعيشوا بلا ما بلا. بلا ما والواد عمره من نهار اللي جينا عمره ما تخمل ما عرف كيمشي كيمشي تحت الارض واقيلا. راس سقايه هنا تمثل السكان هنا في هذا الحي هذا. ان كونا جمعيه لان المشاكل كثرت علينا. تنعيشوا في ظروف مزريه يعني بلا ضوء بلا كهرباء بلا ماء بلا واد الحار، اضطرينا نعملوا جمعيه باش ندافعوا على الحقوق ديال الساكنه. ودخلنا للقضاء باش نطلبوا الحقوق ديالنا ونصفطنا المحكمه، نصفطنا يعني القضاء نصفنا وعندنا حكم نهائي دابا مر على جميع المراحل ابتدائيه واستئنافيه والنقد والابرام، وتيلزم هذا المنعش العقاري بينفذ التجهيزات الاساسيه. ولكن لحد الان مازال تنتظروا شكون اللي ينفذ، شكون اللي ينفذ على هذا السيد المنعش العقاري. احنا من 2019 عندنا الحكم وحنا في 2023 وحنا مازال الظروف مزريه، وهو لحد الان تنسمعوا بان تيقول هو عنده شي شهاده تسليم حقا هو راه سلموا له المشروع مجهز. ما تنعرفش انا كيفاش المشروع ما فيهش الماء للشاروب كامل وما فيهش الواد الحار وتيقول هو مشروع مسلم، شكون سلموا له؟ الله يعلم. انا ما تنعرفش ان القانون هو انه خصو يكون عنده الواد الحار والماء والشاروب وفيه لجان اللجنات ديال اللي تتسلم عاد باش يديها شهاده التسليم. عندنا يعني انا مقيم في الخارج في فرنسا، يعني الان راني متقاعد روتريتي. يعني النهار اللي شريت هذا المكان يعني عجب ليا السكنه يعني ولكني يعني على حسب يعني ذيك الوعد اللي كان قال لنا يعني عجبنا الحال، عجب ليا الحال. ولكن النهار اللي سكنت انا هنا يعني لقيت صعوبات لان ما كانش الماء ما كانش الضوء. ملي انا متقاعد يعني عايش في فرنسا
يعني النهار اللي كنجي هنا باش علاش كنجي هنا؟ باش نستريح يعني في بلادي اللي كان عزيز عليا. ولكن ملي كنوصل هنا ما كنلقى الماء ما كنلقى الضوء، يعني كتزيد الهموم عليا وكنمشي كنلقى الهموم اخرين لهيه تولا. ولهذا يعني الراحة لهنا ولا لا؟ لا الراحة الراحة كانت بكري لهي، ولكن تغيرت الموضع يعني ولا يعني باش نجيو هنا باش نسترحوا، ولكن ما كنسترحوش يعني مش من ناحية بلادنا، لا من ناحية السكنة ومن ناحية نتاع ذيك الشيء اللي عاهدنا باش نديروا. يعني درناها انا عدو درتها في المحكمة، يعني تحكمت في الابتدائية يعني لصلحي، ولكن التنفيذ فين هو؟ يعني من اللي سولت عن المحامي قال لك اودي يعني خاص يعني تقلب على دغوغي باش يعني باش تجيبو باش ينفذ، مش انا اللي غادي نمشي نجيبو تي ولا هذا هو. يعني الان كنطلب يعني من مسؤولين ونطلب منه هو كذلك يعني يكمل المشروع نتاعو، وباش نبقاو نجيو لبلادنا يعني نسترحوا فيها مع اولادنا مع احفادنا مع جوارنا مع جيراننا ونضحكوا مع بعضنا. ولكن الان يعني واحد كيشوف الاخر، لان علاش كاين الهموم، كاين الهموم يعني علينا كل واحد عليه الهم. هذا هو يعني كنطلب يعني من يعني المسؤولين يعني ينفذوا المسائل. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.